وأتمنى أن يكون أن تكون من الطائفة يحبون العلم للعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله المحاضرة 13 في سلسلة محاضراتنا عن تاريخ الأدب البريطاني. في المحاضرة الماضية يعني انتهينا من فترة استعادة الملكية، واستعرضنا أهم الشعراء والأدباء والحركات الأدبية في تلك الفترة حتى انتهاء القرن 17. النهاردة إن شاء الله سنبدأ مع القرن 18. والقرن 18 يعني تميز بعدة خصائص يعني تفصله تماما عن القرن 17 وتمهد للقرن 19. أهم ما يعني يصف، أهم جملة ممكن نصف بها القرن 18 بيت الشعر الألكسندر بوب كتبه وتحفر على قبر إسحاق نيوتن، آيزاك نيوتن. خليني أقرأ لحضراتكم بيت الشعر دوت. آيزاك نيوتن مات في 1731. فبيت الشعر الألكسندر بوب كتبه بيقول: Nature and nature's laws lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light. Nature and nature's laws يعني الطبيعة وقوانين الطبيعة lay hid in night يعني رقدت مختبئة في الليل. قال الرب let Newton be، يعني هنا بيلعب على الـ Old Testament الجينيسيس، سفر التكوين، لما نفس الستايل يعني. وقال الرب فليكن نيوتن and all was light، فامتلأ الكون بالضياء. Nature and nature's laws lay hid in night. God said let Newton be and all was light. فده يعني ينبئنا بأن هذا العصر كان عصر العلم، ولا عجب لأنه كان يسمى بعصر الانلايتمنت، عصر التنوير، وأيضا يسمى بعصر الريزن. في الحقيقة هو أخذ أكثر من اسم، يعني في البداية كان يسمى بعصر الكلاسيسيزم، كلاسيسيزم ايج، يعني عصر العصر الكلاسيكي، عصر الكلاسيكية. وطبعا الأسامي دي لما بتطلق على أي عصر مش ما بيكونش الكتاب والأدباء والعلماء الذين يعيشون في ذلك العصر هم الذين يسمون هذا العصر بهذا الاسم. في العادة بيكون الأجيال اللي بتيجي بعد كده هي اللي بتدرس، النقاد بيدرسوا تاريخ هذه الحقبة من الزمن فبيطلقون على هذا العصر هذا كان عصر كيت وكيت، زي ما قلنا مثلا في عصر الإحياء. فالأجيال التالية للقرن الـ18 هم اللي أطلقوا على ذلك العصر عصر الكلاسيكية، كلاسيسيزم. ده كان أول اسم يطلق عليها على تلك الفترة يعني. وبعد كده علشان يفرقون بينها وبين الكلاسيكية القديمة المعروفة فأطلقوا على اسم نيو كلاسيسيزم، يعني الكلاسيكية الجديدة. وبعد كده لأن النقاد أو الكتاب في ذلك الوقت كانوا يعني يقتفون أثر ويكتبون بنفس طريقة وأسلوب الأدباء الكلاسيكيين، خاصة الكتباء اللاتينيين في عصر الإمبراطور أوغسطس. فكان هذا العصر أيضا يطلق عليه اسم أوغسطس إيج، أوغسطس إيج، لأن الأدباء بيكتبوا بنفس أسلوب الأدباء اللاتينيين الذين كانوا يعيشون في عصر الإمبراطور أوغسطس. وأيضا أطلق على هذا العصر Age of Reason، عصر العقل، لأن في ذلك الوقت أيضا
ظهرت يعني اختراعات، وظهرت أهمية العلم، وظهرت اكتشافات علمية، والفلسفة أيضا جنحت إلى الاهتمام بالعقل والتركيز على العقل. في السلسلة اللي بقدمها عن قصة الفلسفة لما نأتي للعصر الـ18 أيضا سنتعرض لهؤلاء الفلاسفة، وأهمهم في ذلك الوقت أو من أشهرهم يعني جون لوك الفيلسوف الإنجليزي، الذي قال بأن العقل الإنساني ما هو إلا صفحة بيضاء، وأننا لا نولد. يعني هو أنكر المعرفة الأولية اللي الإنسان بيولد بها، وقال إن الإنسان بيولد بعقل ذي كأنه صفحة بيضاء بلا أي معرفة مسبقة، والتجربة الحسية والمجتمع هم الذين يسطرون على هذه الصفحة البيضاء كل ما يعرفه الإنسان. ولذلك سمي بعصر العقل، وأيضا عصر التنوير. وفي الاكتشافات العلمية زي ما قلت أهم العلماء كان آيزاك نيوتن، إسحاق نيوتن الذي مات في 1731. ولكن يعني مع هذا التقدم العلمي الكبير كانت الحركات الدينية وكانت الكنيسة تشعر بالقلق تجاه هذه العلمنة، هذه الحركة العلمانية الشديدة. زي ما تحدثت أيضا في محاضرة سابقة عن العلمانية واللائكية الفرنسية، ممكن تعودوا تتفرجوا عليها، وتعرضت للعلمانية من مدخل لغوي فقط، ولكن العلمانية كحركة فلسفية بدأت من قبل كده بكتير، يعني مش من القرن الـ18 بس، بل من القرن الـ14 مع بداية عصر الإحياء في إيطاليا، ومع ظهور المدرسة الهيومانيزم، بل ممكن يعني نقتفي أثرها في الفلسفة اليونانية نفسها. فالكنيسة ورجال الدين المسيحي شعروا بالقلق تجاه هذه الحركة العلمية التي والحركات الفلسفية التي تهتم بالإنسان أكثر مما تهتم بالرب. ولذلك ظهرت فرقة مسيحية تسمى يونيتيريانز. دول كانوا يؤمنون بأن الله واحد، لم يكونوا يؤمنون بالديفينيتي بتاعت بإلهية السيد المسيح، كانوا يؤمنون به كنبي فقط، وكانوا يؤمنون بأن الرب واحد وليس ثلاثة، فكانوا هم عكس الترينيتي. ولكن مع مرور الوقت إيمانهم بوحدانية الله تحولت إلى أن الله هو نفسه أصبح يعبر عنه بكلمة الطبيعة، فأصبحوا في النهاية يعني يؤمنون بالديزم، بالديتي، يعني يؤمنون بإله ولكن بعيدا عن الإيمان بأي دين معين، وأصبحت كلمة الرب يعني يستخدم بدلا منها كلمة طبيعة. الأدباء طبعا في ذلك الوقت هم أيضا تأثروا جدا بهذه الحركة العلمية والحركات الفلسفية، وتأثروا بهذا الاتجاه الذي يميل إلى الإيمان بالعقل وبالعلم أكثر من الإيمان بالرب وبالدين. وفي يعني أدباء كتير مهمين جدا في ذلك العصر، ولكن يعني يكفي أن نقدم أهم هؤلاء الكتاب. وأهم هؤلاء الكتاب نقدر نحصرهم في ألكسندر بوب الشاعر، الذي ولد في 1688 ومات في 1744، وممكن أيضا نقول جوناثان سويفت ولد في 1667 وتوفي في 1745، يعني بعد موت ألكسندر بوب بسنة واحدة فقط. وأيضا
شخصية أخرى يعني مرموقة جدا لا يمكن تجاهلها هو جوناثان، هو سامويل جونسون. سامويل جونسون الأشهر ناقد في، فالثلاثة دول مهمين جدا لابد أن نتعرض لهم. هحاول أن أنا أتعرض لهم بإيجاز في محاضرة النهاردة، وأيضا نضم إليهم دانيال دوفو اللي كتب روبنسون كروسو، ودي كانت تعتبر أول رواية في الأدب الإنجليزي، إنما ممكن نتحدث عنه في المحاضرة المقبلة ونجعلها محاضرة خاصة بالرواية وظهور الرواية الإنجليزية. فلو تحدثنا نبدأ بالحديث عن يعني قبل ما نتكلم عن الروائيين دول والشعراء والنقاد دول، يعني ممكن بداية نعرض أذكركم سريعا بالظروف السياسية والتاريخية في تلك الفترة. احنا اتكلمنا دلوقتي عن يعني سريعا عن الظروف العلمية والفلسفية بأنه كان عصر تنوير وكان عصر العقل، ولكن ماذا عن الظروف السياسية؟ ولابد من فهم الظروف السياسية كي نفهم الأدب ولماذا كتب بهذا الشكل، والعلاقة بين الـ religious sects، المذاهب الدينية مهم جدا. وأنا لغاية القرن لغاية يعني في المحاضرة الماضية انتهيت لغاية القرن السبعتاشر لغاية نهايته اللي انتهى في 1700 مع موت جون درايدن في 1700. فأريد ترجعوا للحلقات دي وتهتموا بالجزء التاريخي والظروف السياسية والصراعات السياسية والصراعات الدينية عشان نقدر نفهم الأدب لماذا كتب بهذا الشكل. فيعني ممكن يعني أذكركم سريعا بأن أسرة تيودر، عصر أسرة تيودر انتهى في 1603 مع موت الملكة إليزابيث الأولى ابنة الملك هنري الثامن، وجاء جيمس السادس ملك اسكتلندا ليحكم انجلترا في 1603، فلذلك سمي جيمس السادس ملك اسكتلندا جيمس الاول ملك انجلترا، لانه كان اول ملك اسكتلندي ياتي لحكم انجلترا. وحكم انجلترا لغايه 1625، من 1603 ل 1625، وكان في تنشن كبير جدا بينه وبين البرلمانيين. وبعد موته تشارلز الأول ابنه تولى العرش، وهذا التوتر ازداد جدا بينه وبين البرلمانيين، حتى أنه علق أنشطة البرلمان في 1629 على ما أذكر. ولذلك هذا ما دفع كتاب المسرح إلى مناقشة الظروف السياسية والمشاكل والقضايا السياسية على خشبة المسرح في كتابتهم، إلى أن أصدر قرارا بإغلاق المسارح كلها، وذلك في 1642. وهذا العام يعد نهاية عصر الإحياء في إنجلترا، هذه هي النهاية الرسمية لعصر الإحياء في إنجلترا 1642، لأن هذا بدأ معاه السيفل وور، الحرب الأهلية بين البرلمانيين، والبرلمانيين اللي بيضموا بقى البروتستانت واليونيتيريانز، وبين الملك يعني الملكيين. والحرب دي استمرت ل 1651، من 1642 ل 1651. ويعني نقدر نقول ان الملك تشارلز هزم وتم قطع رقبته، اعدامه في عام 1649. ولكن هذه الحرب الاهليه استمرت سنتين كمان، اتباعه
إلى أن انتهت تماما في 1651. وكان كرومويل البرلماني هو اللي بيحكم إنجلترا في ذلك الوقت من 1649 ل 1660. كانت إنجلترا يحكمها البرلمان، وكان لا يوجد يعني وجود للملكيين، ولكن الشعب الإنجليزي شعر ووجد واكتشف أن البرلمانيين ليسوا أفضل من الملكيين في شيء، وأنهم عانوا أيضا في ظل حكم البرلمانيين، وكانوا يأملون أن تتحسن ظروف حياتهم في ظل حكم البرلمانيين، ولكن هذا لم يحدث. ولذلك يعني رحبوا بعودة الملك تشارلز الثاني، تشارلز الثاني اللي هو ابن تشارلز الأول الذي تم إعدامه وقطع رقبته في 1649. كان في 49 بقى هو هرب إلى فرنسا وعاش في إكزايل في منفى في فرنسا، وتزوج من سيدة فرنس من أميرة فرنسية هناك، وعاد بها في 1660، وكان ده عصر الريستوريشن، عصر استعادة الملكية في 1660. ولأن زوجته كانت كاثوليكية، فرنسا كلها كانت كاثوليكية، فهو أيضا كان كاثوليكيا، يعني اعتنق الكاثوليكية ولكن في السر، ولأنه اعتاد على حياة الدعاء والرفاهية في فرنسا، فأعاد فتح المسارح مرة أخرى، ولكن وكان حصل نشاط مسرحي، ولكن ليس بالعصر الذهبي الذي كان عليه المسرح أيام شكسبير وجونسون. فالمهم هو مات في، وكان الشعب غير راضي عنه أبدا لأن زوجته كاثوليكية، وكانوا يعلمون أنه يمارس الكاثوليكية سرا. فهو مات في 1685، وحكم بدلا منه أخوه الأصغر جيمس الثاني بدأ من 1685، وحكم لمدة 4 سنوات فقط لغاية نهاية 1688، يعني ممكن نقول 3 سنوات. وأيضا الشعب ثار عليه، ولأنه أعلن عن كاثوليكيته بمنتهى بدون أسرار يعني، فذلك الشعب ثار عليه، وأتى واتصل بابنته ماري الثانية، ماري ذا سكند، اللي كانت متزوجة من ويليام ذا ثيرد، ويليام الثالث، اسمه ويليام اوف ذا اورنج، انه كان هولندي من هولندا. وفعادوا وهم حكموا بقى، كان نهاية حكم جيمس الثاني في ديسمبر 1688. وفي يناير 1689 بدأ حكم ماري الثانية وجوزها ويليام الثالث البرتقالي، ويليام البرتقالي، لأن الهولندا طبعا معروف بلونها البرتقالي. فالمهم لأنهم لم ينجبا، ولذلك الشعب دعا جورج أوف هانوفر من سلالة أسرة هانوفر في ألمانيا لحكم إنجلترا لكي يكون ملكا لإنجلترا، ولكنه لم يكن يتقن الإنجليزية، لم يكن يتحدث إلا قليلا جدا من الإنجليزية، وكان اهتمامه الأكبر باللي بيحصل في ألمانيا، بالأحداث في ألمانيا يعني. ولذلك الحكم الأساسي بقى والرئيسي كان في يد البرلمانيين، فكان هو مجرد ملك صورة فقط، صورة، ولكن الحكم الأساسي والنفوذ الأساسي وأمور الدولة كانت تقاد من قبل البرلمانيين. ومن هذا العام حتى وقت الحاضر، من 1689 من 1689 حتى وقتنا الحاضر، البرلمانيين هم اللي بيحكموا إنجلترا. ولكن طبعا معروف مدى نفوذ الملكة الحالية، مدى نفوذها، وإن هي حتى اللي بتسيطر على شؤون السياسة وعلى البرلمانيين، ولكن في الخفاء. المهم إنجلترا بقى في ذلك الوقت خلاص أصبحت بروتستانت رسميا، يعني الصراع بينها وبين بين البروتستانت والكاثوليك تقريبا كان شبه انتهى، لأن جيمس الثاني كان كاثوليكي
وأعلن عن هذا بصراحة. الشعب رفض هذا، ولذلك دعا ماري الثانية وزوجها ويليام الثالث، وهما كانوا بروتستانت في هولندا، لأن هولندا وإنجلترا بروتستانت، فرنسا وإيطاليا وأسبانيا كاثوليك. فهم دعوا الاثنين دول من هولندا وهم بروتستانت، وألمانيا طبعا لما جه هانوفر، أسرة هانوفر، جورج أوف هانوفر أيضا بروتستانت، فإنجلترا تحولت رسميا إلى بروتستانت. وده مهم هنا بقى، لأن هذه الثورة أو لما ويليام الثالث عاد وحكم إنجلترا مع زوجته ابن جيمس الثاني، هذه سميت بGlorious Revolution، الثورة المجيدة. ليه بقى؟ لأنها انتهت بدون أي إراقة دماء، ولذلك سميت بالثورة المجيدة Glorious Revolution. وجيمس الثاني في سنة 1688 حاول انه كراش انه يسحق التيار الكاثوليكي في ايرلندا، وده كان في نهاية ايامه. وفي ذلك الوقت كان جوناثان سويفت كان عنده 21 سنة، فجوناثان سويفت هرب من ايرلندا لانجلترا، وهنتعرض لكل ده لما نتكلم عنه. ولذلك معرفتنا بهذه الخلفية التاريخية والسياسية مهمة جدا عشان نقدر يعني نفهم اعمالهم وقصائدهم ومقالاتهم والنوفلز بتاعتهم وكده. نبدأ دلوقتي نعطي نبذة عن أهم أدباء هذا العصر، ونبدأ بألكسندر بوب. ألكسندر بوب هو أشهر وأهم شاعر في القرن الثامن عشر. ألكسندر بوب ولد في 1688 وتوفي في 1744، وهو كان يعني كان بالغ القصر، وقصره الشديد هذا يعني جعله unfriendly، جعله غير ودود وغير يعني غير ودود مع اللي بينتقده، يعني لم يكن يتحمل النقد، وكان كل من ينتقده كان ألكسندر بوب يكتب قصيدة ذم وهجاء وسخرية فيه، يعني زي يذكرنا بجري والفرزدق في شعرنا العربي. وزي ما قلت هو كان نابغة منذ صغره، يعني منذ سن 15 بدأ في ترجمة الشعر اللاتيني، ونشرت له بعض ترجماته، وبدأ في ترجمة هومر وهو عنده 17 سنة، ولكن طبعا جزء بسيط جدا. وأكمل ترجمة الإلياذة لهومر فيما بعد فترة متأخرة من حياته بعد أن اشتهر، يعني هنتحدث عن ده دلوقتي. إنما هذه البداية المبكرة والنبوغ المبكر لفت أنظار النقاد، وبدأ منذ سن مبكرة منذ 17 بدأ يحضر الصالونات الأدبية، وبدأ الترجمات تنشر، وبدأ يعرف باسمه. فنستعرض سريعا أهم الأعمال الأدبية التي أنتجها. إنما قبل ما ندخل في أعماله الأدبية، نقول على طول أن لما اسم ألكسندر بوب يذكر معاه على طول بحر من بحور الشعر الإنجليزي اسمه هيرويك كابلت. هيرويك كابلت دوت زي البلانك فيرس من ناحية عدد التفعيلات، لكن إيه الفرق بين البلانك فيرس وبين الهيرويك كابلت؟ الاثنين ايامبيك بنتامتر، يعني التفعيل اسمها ايامب، والبنتامتر يعني خمس تفعيلات في السطر، خمس تفعيلات في البيت. ولكن البلانك فيرس لا ينتهي بقافية، there is no end rhyme، ما فيش قافية في آخر البيت. إنما ألكسندر بوب لا، كل سطر وكل بيت لابد أن ينتهي بإند رايم بقافية، والقوافي تبقى A A B B C C D D وهكذا، يعني كل سطرين يقفوا مع بعض، ولذلك اسمها هيرويك كابلت. كابلت كابلت يعني بيذكرنا بالمثناوي، قصائد المثناوي، الشعر المثناوي لجلال الدين الرومي، نفس القوافي يعني الرايم سكيم.
وطبعا هو أسلوبه زي ما قلنا هذا العصر أسلوب كلاسيكي، عودة الكلاسيكية مرة أخرى، وكان يسمى بالكلاسيكية الجديدة. ولذلك الشعر لابد من لغة راقية جدا، استعارات وتشبيهات ريفايند يعني بالغة في الرقي، واستعارات قوية ولغة قوية، لابد كل شيء كلاسيكي فيها، حتى تقسيم الجملة كلاسيكي، العدد التفعيلات لا يزيدوا سيلابل ولا ينقصوا سيلابل، يعني ما يزيدوش مقطع ولا ينقصوا بالضبط. يعني في الشعر الإنجليزي في شعر اسمه accentual اللي بيعتمد على الأكسنت والستريسز في كل سطر، وفي شعر بحور، يعني بتكلم عن بحور الشعر، وبحور تانية اسمها syllabic اللي بيعتمد على عدد المقاطع syllables مش عدد التفعيلات، عدد المقاطع. وده برضو لما فيما بعد لما نتكلم عن هوبكنز اللي قدم بحر جديد اسمه sprung rhythm اللي بيعتمد على عدد الستريسز، مش مهم عدد المقاطع ولا عدد التفعيلات، انما مهم عدد الستريسز الاكسنتس الضغوط على الكلمات في كل مقطع. بس ده فيما بعد في القرن 19 يعني. انما فقلنا في الاكسنتشوال اللي بيعتمد على عدد التفعيلات والضغط في كل تفعيلة، وفي السلابيك عدد المقاطع في كل سطر في كل بيت، وفي بقى الأكسنتشوال سلابيك اللي بيجمع بين الاثنين. وألكسندر بوف بقى كان نموذجيا في هذا النوع، لأن البيت الشعري عنده كان أكسنتشوال وكان سلابيك، يعني أيامبيك بنتاميتر، يعني خمس تفعيلات وعشر مقاطع، ما فيش جدال، ما ينزدوش تفعيلة ولا ينقصوا تفعيلة، ولا يزيدوا سيلابل مقطع ولا ينقصوا مقطع. فهو كان نموذجيا في هذا النوع البحر الجديد الذي، وزي ما قلت في المحاضرة الماضية أعتقد عن ميلتون، لما قلت إن لما كتب Paradise Lost كانت مكتوبة على البلانك فيرس، إنما ألكسندر بوب بقى ما كتبش كل الإبيكس بتاعته وقصائد الهجاء، كتب على الهيرويك كابلت دي. فنستعرض سريعا أهم قصائده وأعماله. أهم حاجة مثلا ممكن نقول An Essay on Criticism. An Essay كتبها دي يعني قصيدة اسمها An Essay on Criticism، مقال في النقد، في 1711. هو زي ما قلنا ولد في 1688، يعني 12 سنة وندخل على 1700، ودي 11، يعني 11 زائد 12 حسبة سريعة نعرف ان هو كتب القصيدة دي وهو عنده 23 سنة. قصيدة مكتوبة على الهيرويك كابلت، هذا البحر الشعري، وفي القصيدة دي بيستعرض وجهة نظره وبيشرح وجهة نظره في النقد، يعني امتى الشاعر يعتمد على ذوقه الخاص، وامتى يقلد الكلاسيكيات القديمة، وامتى التشبيه يكون مقبولا وجميلا، او الاستعارة تكون مقبولة. تحدث في هذه القصيدة التي تذكرني أنا شخصيا بألفية ابن مالك، يعني هو قصيده في أحيانا كثيرة تشبه النظم أكثر منها، أكثر ما تشبه الشعر، تذكرني بألفية ابن مالك. An Essay on Criticism كتبها في 1711 وهو عنده 23 سنة. بعدها بسنة واحدة كتب قصيدة ثانية اسمها The Rape of the Lock. اللوك هي خصلة الشعر في عرف في الغرب يعني، وخاصة في المجتمع الإنجليزي، إن لو امرأة أعطت لرجل خصلة من شعرها فده بيبقى كأن يعني عقدة زواج أو اتفاق أنها وهبت لنفسها له أنها ستكون زوجة له في المستقبل يعني، وكأنه اتفاق يعني مبرم بينهما، إنما ما بيتمش الزواج على طول يعني، إنما كأنه يعني عهد، كأنه توثيق عهد بينهما. ففي واحد من النبلاء اسمه بيتر أخذ
خصلة من شعر واحدة اسمها أرابيلا، ميس أرابيلا فيرمور، بدون رضاها. فنشأت طبعا خصومة وصراع بين عائلة هذه الآنسة وبين ذلك اللورد اللي اسمه اللورد بيتر. وهذه المشكلة يعني انتشرت في المجتمع الإنجليزي، حتى أن أصدقاء ألكسندر بوب طلبوا منه أن يكتب قصيدة ساخرة ربما تحل قصيدته هذه المشكلة. فكتب هذه القصيدة التي تسمى The Rape of the Lock، يعني اغتصاب خصلة الشعر ديت. يعني في 1715 12 و 15 يعني 27، هو عنده 27 سنة، بدأ يترجم هومر، ولكنه لم ينتهي من ترجمة هومر كاملة إلا بعد 11 سنة. 27 زائد 11 يعني هو عنده 38 سنة، انتهى تماما من ترجمة الإلياذة لهومر، وحصل على 9000 باوند، 9000 جنيه استرليني، طبعا دي ثروة في ذلك الوقت. تمكن منها من أن يشتري بهذا المبلغ من أن يشتري بيتا، ويعني وعاش في مع أمه، وطبعا يعني أغناه عن ذل السؤال زي بيقول. فيعني أصبح حياته المالية مستقرة. وفي الحقيقة هو لم يكن يتقن اللاتينية بشكل كامل، ولذلك الترجمة بتاعته دي صعب نسميها ترجمة، هي أكثر منها يعني تعبير عن المعنى. يعني كان بيسأل شخص مثلا يجيد اللاتينية عن المعنى، وكان يساعده في إظهار المعنى له، فهو يعيد صياغة البيت بأسلوبه هو. فكان لم تكن ترجمة حرفية، وفي نقاط يقولوا أنه ده أفضل، لأنه يعني قدم قصيدة أو ملحمة رائعة باللغة الإنجليزية، أكيد أجمل مما لو ترجمها ترجمة حرفية. وطريقة دي تذكرنا بفيتز جيرالد اللي ترجم رباعيات الخيام، وهو لا يعرف شيئا عن اللغة الفارسية. وأيضا حافظ إبراهيم، شاعر حافظ إبراهيم، كان نفس الشيء لما كان بيترجم قصائد فرنسية، هو لم يكن يتقن الفرنسية، فكان يجلس على المقهى ومعه شخص يجيد الفرنسية، هو هذا الشخص يذكر له معنى البيت من الفرنسية إلى العربية، وحافظ إبراهيم يصيغ في صياغة عربية جدلة جميلة. قصيدة أخرى اسمها An Essay on Man، An Essay on Man، مقال عن الإنسان. زي ما قلت هذا العصر كان يتميز بالعلم والعقلانية وبالانتصار للعلم والإنسان وما إلى ذلك. ألكسندر بوب كان طبعا نتاج لهذه الثقافة. فهذا القصيدة، في هذه القصيدة هو بيقول للإنسان يعني لا تتجه إلى الرب، ولكن انظر داخل نفسك كي تفهم سر وجودك وما إلى ذلك. فهي قصيدة تعبر عن روح العصر. طبعا في بقى أدباء آخرون كتبوا عكس أو اتجهوا عكس هذا الاتجاه زي ما هشرح دلوقتي. وأيضا قصيدة أخرى له اسمها مقال عن الإنسان، دي كتبها في 33-34، يعني وهو عنده 45 أو 46 سنة. آخر قصيدة نستعرضها لألكسندر بوب قصيدة اسمها The Dunciad، وهو كتبها في 1728، يعني هو عنده 40 سنة. وفي القصيدة دي انتقد فيها كل خصومه، قصيدة واحدة هجم يعني كل خصومه اللي انتقدوه، واللي انتقدوا كتاباته، واللي انتقدوا تحليله لقصائد شكسبير، يعني جمعهم كلهم في قصيدة واحدة كده كأنها مذبحة القلعة لمحمد علي. وهو توفي في 1744، وبموته كان هذا إعلانا لبدء نهاية هذا العصر المسمى نيو كلاسيسيزم، الكلاسيكية الجديدة، ولكن البداية وليس النهاية، ولكن لأن نهاية هذا العصر رسميا كان مع موت سامويل جونسون
في 88 على ما أتذكر، 84 آسف، في 84. ننتقل الآن لكاتب آخر هو جوناثان سويفت. جوناثان سويفت ولد في 1667 وتوفي في 1745، يعني بعد ألكسندر بوب ما مات بسنة واحدة فقط. ألكسندر جوناثان سويفت ولد لأبوين إنجليزيين، ولكن ولد في أيرلندا ولذلك نشأ كأيرلندي. ولكن زي ما قلت في عام 1688، يعني لما كان عنده 21 سنة، جيمس الثاني حاول أنه يسحق ويلقي القبض على كل البروتستانت اللي في أيرلندا، فهو هرب من أيرلندا وذهب إلى إنجلترا وهو عنده 21 سنة، وذهب ليعمل عند أحد أقارب أمه اسمه سير تيمبل، اسمه سير تيمبل. وكان سير تيمبل ده كان سياسيا مشهورا وكان كاتبا أيضا. وكان في ذلك الوقت كان يوجد هناك حزبان، دي نقطة دي مهمة جدا عشان نفهم أعمال جوناثان سويفت، بدونها مش هنفهم هو بيقول إيه في رواياته، يعني زي جاليفرز ترافلز، لو ما نفهمش الخلفية السياسية لإنجلترا مش هنفهم الرواية، وهتبقى بالنسبة لنا كأنها حواديت أطفال كده مش هنفهم منها حاجة، وهشرحها لحد القادم إن شاء الله. في ذلك العصر، في ذلك الوقت، كان يوجد هناك حزبان سياسيان يتناطحان ويتصارعان ويتنافسان على الساحة السياسية في إنجلترا، حزب اسمه ويج وحزب اسمه توري. فكان سير تيمبل كان ينتمي لحزب الويج، وكان لديه مكتبة كبيرة في البيت. فجوناثان سويفت عندما ذهب إليه عمل لديه كسكرتير، وكان المكتبة بقى كبيرة، فبدأ يطلع وبدأ يقرأ، وحتى ذلك الوقت لم يكن معروفا بأنه كاتب. وفي ذات يوم هذا السير تيمبل كتب مقالة، فرد عليه أحد خصومه وبنقد لاذع وبأنه يعني أخطأ خطأ أكاديميا، فطلب من جوناثان سويفت أن يكتب ردا نيابة عنه ودفاعا عنه، يعني هو لم يحب أو لم يرد أن يرد بنفسه، فأراد أن سكرتير واحد من أدباء. فبالفعل جوناثان سويفت كتب ردا، وهذا الرد يعني اشتهر وأظهر براعة وموهبة هذا الشاب جوناثان سويفت. ومن ساعتها وهو بدأ بقى إيه يكتب يعني رسائل ومقالات ساخرة، عرف بقى بأنه كاتب ساخر من الدرجة الأولى. وعاد بعد كده، يعني بعد ما ترك هذا العمل عند قريبه هذا، عاد إلى أيرلندا وعمل في إحدى الكنائس هناك، يعني أصبح قسا في لأحد الكنائس. ولكن بعد ذلك عاد دعي في عام 1701، دعي أن يعود إلى لندن كي يكون إديتر محررا لإحدى الجرائد اسمها The Examiner. وهناك بقى بدأ يتعرف على الكتاب المشهورين في، يعني على ألكسندر بوب وغيره، بدأ يتعرف عليهم، وبدأت تتعمل حلقة يجتمع فيها أهم هؤلاء النقاد والكتاب، ألكسندر بوب مع جوناثان سويفت مع سامويل جونسون مع جون جاي، وأصبح فيه زي كلب، زي نادي كده يتناقشون فيه في أمور السياسة وقضايا السياسة والأحوال والأمور الأدبية. واستمر هذا النادي لعدة سنوات، وكان يرأسه سامويل جونسون. حتى لما هذا الكلب يعني توقف عن الانعقاد، طلبوا من جوناثان سويفت أن يكتب رواية يعني ساخرة تنوب عن وتقوم مقام هذا النادي أو الصالون الأدبي الذي انحل. فكتب جاليفرز ترافلز،
كتب Gulliver's Travels اللي نشرت في 1726 وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا. وهذه الرواية لن أتعرض لها اليوم لأنها تتحدث كلها نقد للسياسة البريطانية، ولكن سأجعل حلقة الأحد إن شاء الله تكون عن Gulliver's Travels. أهم أعماله بقى هي Gulliver's Travels دي اللي أعطته شهرة عالمية. قبل ذلك كان معروفا في إنجلترا وأيرلندا وكان يعد بطلا شعبيا في أيرلندا، إنما هذه الرواية هي التي أعطته شهرة دولية. أهم أعماله هي هذه الرواية ومقال آخر اسمه A Modest Proposal، ده اتنشر بعد الرواية ثلاث سنوات في 29. في الحقيقة يعني أنا دايما لما بدرس تاريخ الأدب الإنجليزي لازم أكرر هذه المقالة وهذه الرواية على الطلاب بتوعي لأنهم مهمين جدا. وفي المقالة دي بقى A Modest Proposal مرة أخرى لابد أن نفهم الأوضاع السياسية عشان نفهم مغزى الرواية وإلا مغزى المقال، لأن في وقتها كان الملك الإنجليزي كان يريد جمع المال بأي طريقة، فرفع من الضرائب على الشعب الأيرلندي، والشعب الأيرلندي أصلا كان فقيرا ولذلك كثر الشحاذون والمتسولون في الشوارع والشوارع في أيرلندا، وكان الناس بيموتوا من الجوع في أيرلندا، يموتون في الشوارع من الجوع. جوناثان سويفت كتب هذا المقال ونشر، ولكن كتبه كأنونيمس رايتر، يعني ما لم يضع اسمه على المقال، والمقال يعني انتشر جدا وجرى كالنار في الهشيم، حتى أن الملك وضع أو جعل هناك جائزة كبرى، جائزة مالية كبرى لمن يدل على كاتب هذا المقال، لأنه كان يريد الانتقام منه. وطبعا الشعب الأيرلندي كله كان عارف أن جوناثان سويفت هو اللي كاتب المقال، ولكنهم لم يخونوه ولم يبيعوه. وفي المقال ده هو بيسخر، مقال ساخر وكوميدي، ولكنه مكتوب بلهجة صارمة، لهجة جدية، يعني كأنه بيعطي اقتراح، لأنه اسمه A Modest Proposal يعني اقتراح متواضع. في الاقتراح ده هو بيقول إيه؟ أفضل طريقة لحل مشكلة الفقر في أيرلندا إن الحكومة الإنجليزية تشتري البيبيس، تشتري الأطفال الصغيرين وهم عندهم سنتين الأيرلنديين، بدل ما يسيبوهم يكبروا وما يلاقوش لا شغل ولا أكل وينتهوا بهم حال يعني شحاذين ومتسولين في الشوارع ويموتوا من الجوع، أفضل إنهم يشتروهم من أبائهم هم لسه عندهم سنتين ويأكلوهم. وبدأ بقى في المقال يقترح حتى وصفات للأكل، ممكن يطبخوهم إزاي، ممكن يعملوا عليهم إيه، وهم أطفال ده اللحم بتاعهم هيكون طري وهيكون لذيذ، مكتوب بلهجة جدية إنما السخرية طبعا واضحة. وحتى اقترح سعر لكل أوقية للوزن، وقول بالطريقة دي بقى حتى الحكومة البريطانية مش هتستفيد بلحمه بس، ده ممكن تاخد جلد الأطفال دول يعملوا منهم أحذية وحقائب. والمال اللي الآباء والأمهات سيحصلون عليه سيكفيهم ذل السؤال ويعينهم على الحياة وشظف الحياة، وبذلك يكونوا حل المشكلة وهم نفسهم يكونوا انتفعوا يعني فايدة ليهم. فمقال ساخر ومقال مضحك ومقال مؤلم. مهم جدا أن نعرف هذه الخلفية السياسية عشان نعرف نفهم هذا المقال. مش هتحدث عن Gulliver's Travels دلوقتي لأن هسيبها اليوم الأحد وأقدم لكم الرواية بعون الله بإذن الله، يعني يوم الأحد لو في العمر بقية ولو كل شيء ماشي تمام. طبعا في أدباء آخرون ممكن أتحدث عنهم زي جوزيف أديسون وريتشارد ستيل اللي كانوا الاثنين كان مسؤولين عن تحرير صحيفتين كانت شهيرتين جدا في ذلك الوقت، وكان شعراء شاعرين أيضا الاثنين، ولكن يعني أعتقد ما فيش داعي نتكلم عليهم. صحيفة اسمها The Tatler وصحيفة اسمها The Spectator،
وكان خاصة السبكتيتر دي كانت مشهورة جدا، وكانت الملكة نفسها بتقرأها على الإفطار. لما ندخل على طول على سامويل جونسون، أهم ناقد في القرن الثامن عشر، هو ولد في 1709 ومات في 1784، وبموته في 84 كان نهاية عصر النيو كلاسيسيزم رسميا، نهاية هذا العصر رسميا. هو أيضا عاش حياة فقر كبيرة، وتزوج وهو لسه شاب، تزوج من امرأة تكبره ب 21 سنة، وكانت ثرية، واستطاع أن يفتح أو يبدأ مدرسة، ولكن هذه المدرسة لم تنجح وأغلقت بعد عامين، وذهب إلى لندن وبحثا عن العمل، ولكن لسبع سنوات عانى أشد المعاناة من الفقر والجوع وقلة المال وقلة العمل وما إلى ذلك، إلى أن كتب، وكان شاعرا، يعني هو كتب أيضا شعر هجائي، وكتب رواية كمان، هتعرض للأعماله دي دلوقتي، إنما خلينا مركزين على أهم النقاط في حياته دلوقتي. أهم نقطة في حياته اللي عملت تحولا كبيرا في حياته، عندما كتب وألف الديكشنري، معجم، قاموسا، هذا كان أول قاموس في اللغة الإنجليزية، وده في 1755. وهذا قبل تأليفه لهذا القاموس ذهب إلى أحد اللوردات الأغنياء اللي هم patrons، يعني بيرعوا الأدباء الفقراء والشباب، وذهب للعرض عليه موهبته، أنه يعني يتعهد موهبته هذه، ويجعل له يعني مالا، مبلغا من المال بشكل شهري، ولكن هذا النبيل أو هذا الثري تجاهله. فلما جونسون، سامويل جونسون، كتب وألف هذا الديكشنري، هذا القاموس، وانتشر واشتهر جدا، وجلب له الثراء، وجلب له السمعة والطيبة والشهرة، هذا النبيل بقى الغني اللي اسمه لورد تشسترفيلد كتب، وهو أيضا كان كاتبا، كتب مقالا يشيد بهذا القاموس ويشيد بجهد سامويل جونسون. فما كان من سامويل جونسون في نفس العام 1755 إلا أن كتب مقالا يتحدث فيها عن هذه السبع سنوات العجاف التي عاشها فقيرا، لا يجد قوت يومه ولا يجد مكانا يأويه، وذكر أنه لا يعني he doesn't owe Lord Chesterfield أي شيء، he doesn't owe him، لا يدين له بأي شيء، لا يدين له بأي شيء، يعني بيلمح على أنه طلب منه المعونة عشان محدش يظن أنه هو الباترون بتاعه، السيد الثري اللي بينفق عليه، لا. وكانت المقالة مكتوبة بعزة نفس وإباء وشموخ، وبلغة إنجليزية جميلة وقوية، وبإحالات وإشارات إلى الجريك واللاتين كلتشر وليتريتشا. فكانت المقالة نفسها أصبحت يعني نصا يدرس لطلاب الأدب الإنجليزي. فهو هذه المقال، هذا القاموس بقى جلب له annual pension of 300 pounds، يعني أصبح بيأخذ كل عام 300 pounds ممنوحة له كده من الملكة. فحالته المالية بقى استقرت إلى أن مات، وكان له تلميذ من تلامذته، كان هو زي ما قلت كان هو رئيس هذا الصالون الأدبي اللي كان بيجمعه مع جوناثان سويفت وألكسندر بوب، كان هو رئيس هذا، وكان له نفوذ وله شهرة، وكان ناقدا لا يشق له غبار، يعني كان عامل زي العقاد كده في مصر في الستينيات والخمسينيات. وكان له تلميذ من تلامذته
زي أنيس منصور كده، ما كان تلميذ العقاد. أنيس منصور كتب كانت لنا أيام في صالون العقاد. في أحد تلامذته اسمه جيمس بوزويل. جيمس بوزويل ده كتب بقى The Life of Samuel Johnson، منشره في 1791، يعني بعد وفاة جونسون بسبعة أعوام. هذا الكتاب أيضا انتشر جدا واشتهر وجلب شهرة كبيرة لكاتبه بوزويل، يعني The Life of Samuel Johnson، يعني حياة سامويل جونسون، لأنه حضر كل صالوناته وكان يدون في كل صالون، يعود إلى البيت ويكتب في المذكرات بتاعته ما حدث وكل كلمة قالها سامويل جونسون. فهذا الكتاب أصبح مرجعا تاريخيا لحياة سامويل جونسون. وزي ما قلت بقى، بموت سامويل جونسون انتهى عصر الكلاسيكية الحديثة. أهم أعمال سامويل جونسون على بسرعة، يعني هو حرر صحيفة اسمها The Rambler في عام 1750، واستمرت ل 1752، عامين فقط، وكان هو المحرر الوحيد والكاتب الوحيد لهذه الصحيفة The Rambler. في كل عدد كان يكتب مقال عن شيء معين، عن الرواية، عن الشعر، عن نظرية شعرية وما إلى ذلك. في عام 1759 كتب The History of Rasselas Prince of Abyssinia، ودي روايته الوحيدة اللي كتبها، ولكن يعني لا تعد رواية بالمعنى المفهوم، لأنه كان كتبها في وقت كان فيه في حاجة إلى المال، فهو كان ينفق على الفيونرال بتاع his mother، على الجنازة بتاعت أمه. فهي الرواية بتتكلم عن الأمير أبيسينيا اللي كان دائما، يعني كان أبوه يضعه في القصر بتاعه ويمنعه من الخروج، وكان هو الذي شغف بمعرفة العالم الخارجي. فيعني هرب إلى مصر ومعه أخته وبعض الرفقاء الآخرين، يعني بحثا عن المعرفة. وفي مصر بقى سامويل جونسون أراد أن يضع شيئا من المغامرة، فأخته اتخطفت، والرواية فيها مناقشات فلسفية، والرواية نجحت جدا بعد ما نشرت وطبع منها 7 طبعات، ولكنها ليست رواية بالمعنى اللي نعرفه يعني. وهي المكان اللي كان عايش فيه اسمها هابي فالي، فكانهم كانوا يعني الوادي السعيد، لكن لم يكن أحد سعيدا في هذا الوادي، فكانوا ذهبوا إلى مصر بحثا عن المعرفة وعن السعادة وعن معرفة العالم الخارجي. أيضا The Preface to the Plays of Shakespeare، دي من أهم المقالات اللي كتبها، مقدمة كتبها مجمل وأعمال الكاملة والمسرحيات الكاملة لشكسبير. فهو كتب هذه المقدمة اللي امتدح فيها شكسبير أيما امتداح، وأطرى عليه وأظهر جوانب عظمة شكسبير، ولكنه عاب على شكسبير استخدامه أحيانا للنكات السوقية وأحيانا للغة السوقية كي يرضي الجماهير. ولكن هذه المقدمة أيضا أصبحت مرجعا لطلاب الأدب الإنجليزي ولطلاب شكسبير، أصبحت مرجعا. وأيضا كتب، كان في يعني حتى وقت متأخر من حياته كان يكتب مقالات ينشرها عن حياة الشعراء الإنجليز المشاهير. كل هذا هو عنده 70 سنة، وكل هذا جمع في كتاب اسمه Lives of the English Poets، يعني حياة الشعراء الإنجليز. وده زي ما قلت كتب من 79، من 1779 ل 1781. وأيضا هذا الكتاب يعني جمع فيه، يعني كان عبارة عن بيوغرافي لأهم الشعراء الإنجليز، فهو مرجع يعني مهم جدا لطلاب تاريخ الأدب الإنجليزي.
وأيضا كان هو محب جدا للسفر والترحال، ولكنه يعني بسبب ظروفه الصحية لم يكن يستطيع السفر، فكان يستعيض عن السفر والسياحة بالقراءة عن البلاد التي يريد السفر لها. ولذلك كان في ذلك الوقت كان هناك تعبير أو كلمة وصف لهؤلاء الذين يريدون السفر ولكن لا يستطيعون، كان هذا التعبير اسمه armchair travelers، كانوا هم armchair يعني المقعد، travelers يعني مسافروا المقعد أو المسافرون الجالسون في مقعدهم. ولكن تلميذه بوزويل يعني أخذه في مرة في رحلة ودبر له يعني هذه الرحلة لزور اسكتلندا، وذهب اسكتلندا إلى اسكتلندا، وجونسون كتب كتابا عن هذه الرحلة اسمها A Journey to the Western Islands of Scotland، يعني رحلة إلى الجزر الغربية لاسكتلندا في عام 1775. ولكن يقال أن هذا الكتاب لم يعبر عن اسكتلندا بقدر ما يعبر عن يعني عن أفكار جونسون نفسه، يعني والانطباعات اللي تركت عليه أكثر ما يعبر عما رآه بالفعل. وده كان يعني ده كده استعراض سريع لأهم الكتاب في ذلك الوقت وأهم أعمالهم. ولكن المحاضرة القادمة بقى هنتكلم عن The Rise of the Novel، عن نشأة فن الرواية في القرن 18، وده بدأ مع دانيال ديفو لما كتب رواية روبنسون كروزو. وروبنسون كروزو أيضا تعبر عن روح العصر العلمية والعقلانية، لأن روبنسون كروزو إنسان فرد يعيش في جزيرة منعزلة ولكن يعتمد على نفسه فقط، فهي الرواية نفسها تعبر عن روح العصر وعن الدعوة إلى الاعتماد على اعتماد الإنسان على ذاته وعلى نفسه بدلا من اعتماده على الرب، اعتماده على العلم بدلا من اعتماده على الدين. وزي ما قلت ألكسندر بوب كتب قصيدة بهذا المعنى An Essay on Man. يعني هنتكلم عن هذه الرواية إن شاء الله المحاضرة القادمة، وحتى ذلك الحين دمتم بخير ونراكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.